السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة تانية طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي مع درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية ومع فيديو جديد من فيديوهات حل المحافظات. والنهاردة هنحل مع بعض محافظة الشرقية، المحافظة المثيرة للجدل. دايما امتحان الشرقية بيبقى مميز شوية. هنشوف مع بعض الامتحان ايه ظروفه، واتمنى انكم يا رب تكونوا توفقتم في اجاباتكم. ما ننساش طبعا اللايك والشير للفيديو، نفعل الجرس ونعمل جرس التنبيهات على كلمة قول، ويا ريت نسيب تعليقنا على الفيديو ورأينا فيه، وكمان استفساراتنا أو أي حاجة عايزين تسألوا عليها. هنبص أول سؤال مع بعض، بيقول فين ذا فولوينج دايلوج؟ إبراهيم is at the library to borrow a book. Good morning, sir. Good morning. قال له I'd like to borrow a book. طيب يبقى هنا هيقول له إيه؟ How can I help you? How can I help you؟ كيف أساعدك؟ قال I'd like to borrow a book. Okay. قال له I enjoy reading books about nature. يبقى أسأله إيه؟ نوع الكتب يبقى what kind؟ What kind of books do you prefer or do you enjoy? Hello, I enjoy reading books about nature. And have you got a borrowing cards? طيب يبقى هيقول له نوعات ايه؟ طيب يبقى هنا هيقول له ايه؟ هاي ممكن يقول له بقى اي حاجة. يلا هيقول له اوكي او ذاتس جريت او ذاتس وندرفول، اي اجابه هتمشي. يلا بقى اقول له اوكي او جريت ذاتس وندرفول، ماشي اي سي، ماشي هاف يو جوت ا بوروينج كار، عندك كار، عندك كارت استعاره. قال له هاو كان اي جيت وان، اجيب منين؟ يبقى طبعا هيقول له نو اي هافنت. How can I get one? قال له just give me a recent personal photo of you. هتديني صورة حديثة ليك. هيقول له إيه؟ هيقول له you are most welcome at any time. مرحب بك في أي وقت. يبقى دلوقتي هيقول له إيه؟ هيقول له أوكي. ماشي I'll get you one. هجيب لك واحدة، تمام؟ أو ممكن أقول له إيه؟ Here is a إيه؟ Here is a photo of me. أدي صورة ليا، طبعًا ممكن أجاوب أي حاجة. طيب، هنا القطعة عندي كلمة will feel would prepare change charge. Teachers play an important role in building up educational educated nation. يبقى المدرسين بيلعبوا دور مهم في بناء الأمم المتعلمة. They nurture their children or their students for the future. يبقى طبعا they prepare their students، بيجهزوا الطلبة بتاعتهم للمستقبل. They can either life، يبقى طبعا they can change their life، يقدروا يغيروا حياتهم. They enable their students، بيمكنوا الطلبة بتوعهم to stand on their ايه، ان هم يقفوا على ايه. If there were not teachers، دي تقريبا دي كلمة feet مش feel، يبقى to stand on their feet، ان هم يقفوا على اقدامهم. If there were not teachers، لو ما كانش فيه teachers، يبقى there would not be any doctors, engineers, scientists, etc. We must respect our teachers. طيب هنشوف القطعة. There was once a poor boy who spent his days going from door to door selling newspapers to pay for school. يبقى كان في ولد بيقضي وقته أو بيقضي أيامه في التجول من بيت لبيت، يبيع الجرايد عشان يدفع مصاريف مدرسته. One day the poor boy was so hungry. الولد كان جعان. So he decided to ask for food when he came to the next door. قرر إن يطلب أكل من أو من تاني شقة أو البيت التالي اللي هيروح.
The poor boy reached the door of a girl. وصل لباب بنت. He asked for a glass of water. But seeing his poor state, the girl came back with a glass of milk. لما دخل ده وصل للبيت التالي كان في بنت طلب منها كوباية مية، لكن لما البنت شافت حالته الفقيرة دي راحت جايبة له كوباية لبن. The boy wanted to pay for the milk، كان عايز يدفع ثمن اللبن، but the girl refused to take any money، رفضت تاخد منه فلوس. Years later the girl fell sick، بعدها بسنين البنت دي عيت. She went to many doctors، راحت لدكاترة كتير، but no one was able to cure her. طبعا to cure her يعني ايه؟ يعني يعالجها، مفيش حد كان قادر يعالجها. Finally she went to the best doctor in town، راحت لأفضل دكتور في المدينة. The doctor spent weeks treating her in a private hospital، قعد أسابيع يعالجها في مستشفى خاصة until she was finally cured. She was happy. However, she was afraid she couldn't afford to pay the bill. كانت خايفة إنها ما تقدرش تدفع الفاتورة. But when the hospital handed her the bill، لما المستشفى سلمتها الفاتورة، it read paid in full. يعني إيه paid in full؟ يعني مدفوعة بالكامل. With a glass of milk. مكتوب عليها دفعت بالكامل بكوب من اللبن. طب نيجي كده للسؤال الأول. Choose the correct answer. The main idea of the passage is that we must، الفكرة الأساسية that we must give people milk while it was always do good, pay the bill, help the rich. يبقى طبعا always do good، يعني احنا دايما نعمل الخير. The boy had a poor، طبعا had a poor appearance، كان ليه مظهر فقير، لأن البنت لما شافته عرفت إن هو فقير. Later on، فيما بعد، the poor boy became إيه؟ الولد الفقير ده أصبح إيه؟ دكتور. ها؟ bad، unknown، cruel، ولا well known؟ طبعا well known، لأن هو أصبح the best doctor in town. Summarize the second paragraph in one sentence of your own. عايز ألخص الباراجراف التاني. طيب الباراجراف التاني هتبقى ملخصه ان هو ايه؟ طيب يبقى انا هون مثلا ممكن هنقول كده ان ده ايه، ذا بور بوي became a famous دكتور and he cured the girl who helped him when he was poor. Getting any money، من غير ما يحصل على أي نقود. How do you think the girl felt when she left the hospital؟ طبعا I think she felt happy. تمام، and ممكن thankful، grateful. Did the girl know why the doctor paid the bill؟ هل هي البنت عرفت ليه الدكتور دفع الفاتورة؟ طبعا ممكن أقول I think so. يعني أعتقد ذلك، أو yes I think so because he told أو because the note said that the money
واز بيد، يعني ان الفلوس اتدفعت واز بيد ويز a glass of milk. Choose the correct answer. Plants often pollution in the air, making it cleaner for us. يبقى طبعا reduces. طبعا عندي نوع produce يعني تنتج. Protect تحمي. Increases تزود. وabsorb تمتص. يبقى هي طبعا absorb pollution. Is the place where a plant or animal naturally lives and grows. طبعا دي اللي هي الهابيتات. طبعا ناخد بالنا ان عندي كلمة هابيتات وعندي هابيتانت وعندي هابت. طبعا هابت دي اللي هي العادة، والهابيتانت اللي هم الساكنين او القاطنين في مكان. They live on the east coast. Coast هنا can be an adjective for by adding a. طبعا هتلاقي ال تبقى كوست. And is something to improve a difficult situation. يبقى حاجة عشان تحسن موقف صعب. يبقى طبعا initiative اللي هي المبادرة. You don't have to plug it in because it is طبعا wireless. That plane is enormous is the synonym of enormous. المرادف لكلمة enormous طبعا huge. نشوف سؤال الجرامر. Did you finish your homework before you went to the cinema? طبعا عندي هنا before، يبقى عندي هنا ماضي تام، يبقى هتبقى had you finished. Egypt visited by more than 14 million tourists every year. طبعا is visited، والسؤال ده طبعا يعني اتدعك في كل الامتحانات. We use energy saving light bulb but now we do. احنا دلوقتي بنعمل، لكن يبقى احنا ما كناش بنعمل، يبقى طبعا هنا في صيغة النفي يبقى we didn't use. The colors make the picture beautiful look at. طبعا beautiful to look at، يعني فعل make لما بيجي بعديه object بيتبعه to ومصدر. منال said me. طبعا دي جملة دايركت، فما ينفعش said لأن عندي هنا مخاطب، وما تنفعش told. تمام، هتبقى said to، يبقى said to me. طبعا عندي الباراجراف about the new project، يعني بيقول لي اكتب ريفيو عن ان new projects will improve the lives of everyone living in around Egypt. طبعا المفروض ان هو بيقول يعني ان المشاريع الجديده بتحسن حياه الناس. طبعا احنا ممكن نكتب هنا عن الانشيتيف اللي هي مبادره حياه كريمه. تمام، وممكن هنشوف ايه هي المبادرات دي، ازاي حسنت الناس، ان عملت لهم بيوت جديده، عملت لهم اماكن جديده، عملت مشاريع. هنبتدي نكتب كمان المشاريع دي ازاي اثرت على حياتهم. بكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. اتمنى يا رب ان تكونوا استفدتم وتكونوا وفقتم في الاجابات. Until we meet again, goodbye and good luck, and don't forget like, share, subscribe and comment on the video. Goodbye.